حبايبي جروب 6، تعالوا نشوف مع بعض الاسم الجديد بنقول عليه بروبورشن فيرست ترم 2020. وات از ذا مينينج اوف بروبورشن؟ احنا خلينا مستر A تو B اقدر اكتبها على الفور A اوفر B، وده الان سيدنت وده كونسيدنت. طب يا مستر هل دي ممكن اخدها حاجه ثانيه؟ اتفقنا بقى لو انا عندي A اوفر B دي ريشيو، وخدنا انذر ريشيو سي اوفر دي. لو قلنا ان الفيرست ريشيو ايكوال السكند ريشيو يبقى ده بنقول عليه بروبورشن. يبقى البروبورشن ايكواليتي اوف تو ريشيوز اور مور، يعني ممكن كمان ناخد اكس اوفر واي مور، بس احنا هنشتغل على تو ريشيوز. يبقى البروبورشن ايكواليتي اوف تو ريشيوز اور مور. طب دي اول حاجه انا عايز اعرفها. طب انا لما اجي بعد كده اعمل هتعامل ازاي؟ قال لي بص كده، لو انا جيت قلت لك اف اي بي سي اند دي، يبقى انا اديتك كام نمبرز؟ فور نمبرز اور فور كوانتيتي، وبقول لك ان دول ريشيوز، سوري، وبقول لك دول ار بروبورشن. ايه اللي استفيده؟ الراجل ده هسميه فيرست وده السكند ده الثيرد ده الفورث. لما اقول لك انا فور نمبرز فور كوانتيتي فور فاريبل اي فور حاجه وبقول لك بروبورشن، تيجي تقول لنفسك يبقى انا اللي هستفيده ان الفيرست اوفر السكند هيبقى ايكوال الثيرد اوفر الفورث. الجمله دي تقولها انت بس، لكن لما تيجي تطبق هتقول كده يبقى الاي اوفر بي ايكوال السي اوفر دي. طب وبعد كده؟ ابدا يا مستر، يا اما هيبقى الميسنج الانون الفيرست بروبورشن، ده السكند بروبورشن، ثيرد بروبورشن، فورث بروبورشن. طب يا مستر تعالى وريني كده فور اكزامبل، تعالى نشوف مع بعض ممكن تجيني شكلها عامل ازاي. الراجل ده ممكن يجي يقول لك كده فايند، وعايز الفيرست بروبورشن فور نمبرز، ويديني سبيس 3 5 6. او ما يقولش فيرست ويقول لي انا عاوز الميسنج. طب اتعامل ازاي؟ يا مستر لو انت ما قلتليش الفيرست وقلت لي الميسنج، ليت يعني تعالى نعمل سبوز نفترض ان الميسنج ده هسميه اكس. طب يا مستر مش انت بتقول لي ان دول بروبورشن؟ يبقى الفيرست اوفر سكند ايكوال الثيرد اوفر الفورث. كمان مره، ده ميسنج او سماه فيرست بروبورشن. انا بقول طالما سمعت كلمه بروبورشن يبقى الفيرست اوفر سكند ايكوال الثيرد اوفر الفورث. تعالى نكتبهم في ريشيوز يا مستر، ادي اكس اوفر 3 ايكوال 5 اوفر 6. انا عايز مين؟ انا عاوز الاكس اللي هو الفيرست، فهذا هو الايكوال. بص يا مستر هعمل كروس، يبقى ال 3 تروح تعمل تايمز 5 واقول ديفايد 6، وتعلم انك تكتب الستبس، يبقى ال 3 تايمز 5 اوفر 6. في حاجه ثانيه يا مستر؟ لا مفيش. والنمبرز ده بندخله في الكالكوليتر وبجيب لك الانسر. بس كده؟ بس كده. قيس على كده انه ممكن يجي بدل الفيرست يقول لك فايند ذا سكند. تعال نشوف، لو انا جيت قلت فايند ذا سكند، ادي فايند ذا سكند او برضه ميسنج، وبيقول لي 3 سبيس 5 اند 21. يبقى ده ممكن يقول عليه ميسنج، ما قالش ميسنج، يقول عليه سكند بروبورشن. برضه سمعنا كلمه ايه؟ بروبورشن. ايه اللي استفيده؟ الفيرست اوفر سكند. طب ده ما عنديش، يبقى انا قاعد اقول له كده ليت اكس، يعني ليت السكند اكس. فيبقى ايه اللي استفيده؟ الفيرست اوفر سكند 3 اوفر اكس ايكوال الثيرد اوفر الفورث. اهو يا مستر. بعد كده انا عاوز الاكس، انا عاوز الاكس الاوبزيت نمبر ليها اعمل له ديفايد، الاوبزيت ليها هعمل له ديفايد يبقى اوفر. فيبقى هاخد ال 21 تايم 3 اوفر ده تايمز وبعدين اوفر يعني ديفايد، يبقى ادي 21 تايم 3 اوفر 5، وبدخل كل ده في الكالكوليتر واجيب الانسر. طب ادي ده 4،
طب ممكن يديني حاجة تانية؟ ممكن. تعالوا طب نشوف. لو ده قال لي F 6 over 14 equal 12 over A ويجي يقول لي كده then I'll find the value of A. I'll find the value of 2A. I'll find the value A plus 1. I'll find the value A minus أي number. أي حاجة من دول أنا لازم أبتدي أجيب لك الـ value بتاع الـ missing. أدي ده الـ missing. فقلنا الـ opposite لي ماليش دعوة بيه، يبقى دي A equal وأدي الـ fraction. الـ opposite لـ A أعمل له divide. وهاخد الـ 14 هعمل لها تايمز 12. كمان مرة أنا هعمل كروس، يبقى الـ 14 تروح تعمل تايمز وبعدين ديفايد. كده أنا هجيب لك الـ value بتاع الـ A. لو عملت ده كل ده بالكالكوليتر مش هتتعب نفسك، هنا هتديني 28. فبقيت الـ A الـ value بتاعتها 28. يبقى أنا كده لو عاوز إيه؟ طب لما أقول لك أنا عايز 2A تقول لي يبقى 2 وتايمز وأجيب الـ value. طب عايز A minus مثلا 5 يبقى الـ A 28 minus الـ 5. طب عايز مستر A plus 1 يبقى الـ value بتاع الـ A وآدي plus. يبقى لو عايز الـ value بتاع A بس أهي. طب عايزها minus يبقى 28 minus. عاوزها plus يبقى 28 plus. ده كده 4. اتعود إن أنت توقف الفيديو تاخد المسألة تحلها لوحدك وتشوف. ودايما اتعلم ان انت وانت بتحل لازم تتكلم، انا هعمل كذا، هقول كذا. طيب تعالوا نشوف another question. بص كده الراجل الجميل ده بيقول لي if x plus 12 over 6 equal 4 وذن انا عايز الفاليو بتاع x. هل يا مستر دي زي دي؟ اقول له اه، بس فرقت ان الـ x عمل لها بلس. برضه هنقول تاني، طب هو ده ريشيو؟ اوفر 1. يبقى ده اوفر 1. اوفر 1. ادي اوفر 1. تعالى يا مستر، يبقى دي اكس بلس 12 ايكوال، هاخد ده تايمز اوفر، يبقى 6 تايمز 4 اوفر 1، لان ده ممكن ما يبقاش 1. فبقيت عندي دي 24. تعالى بقى نرجع نكمل. بمنتهى البساطة. بص بقى معايا. يبقى أنا هنا معايا x بلس 12 إيكوال 24. لما يبقى مع الـ x بلس هنتعلمها في السنين الجاية أعمل لها حاجة اسمها opposite sign. طب أنت لسه ما خدتهاش. أقول يا مستر دي لو كان هنا النمبر ده بلس الـ x أجي أنا هنا في another step أعمل ماينس. تاني في نمبر بلس الـ x، في نمبر بلس الـ x. يبقى انا another step اعمله minus. طب يا مستر لو كان x minus 5 هي اللي equal 12 ده كده minus، يبقى انا هاجي في another step اعمل لها plus. يبقى لو كان في number plus x اعمله minus، لو كان minus انا اعمله plus، وكده اقدر اجيب لك الفاليو بتاعت الx وهو ده جزء واحد. يا ريت تطبق وان شاء الله هنعمل ريفيجن تاني على البروبورشن ونجيب اكزامبلز كتير. شكرا.